<applause> بسم الله الرحمن الرحيم حبينا أن نوّه عن الشعارات الحسينية أنا كتبت في تقريباً بالتسعينات كتاب نظرتنا الفقهية في الشعار الحسينية وبباكستان أيضاً ترجموه الى اردو كلما يمر الزمان ترى الحسين عليه السلام اهل البيت عليهم السلام شيعه اهل البيت عليهم الرحمه والرضوان يظهرون اكثر فاكثر يظهرون بالساحة انهم هم المحقون هم صاحب الحق هم صاحب الاسلام الصحيح الطريقة الطبيعية للقران طبيعية للاسلام والحمد لله كلما يمر زمان مع كثرة المستهزئين كثرة السلاطين الظالمين كثرة مطاردة الشيعة والمؤمنين شوف الحالة توجه إلى موالاة أهل البيت وتعرف على أهل البيت وخفة الوطأ عن شيعة أهل البيت حسب الظاهر والمشهور يعني. من علامات ذلك انه زياره الاهل البيت عليهم السلام. زياره الحسين عليه السلام، زياره امير المؤمنين، زياره الكاظمين في العراق حتى زياره العسكريين اللي هم في بلده في مدينه مخالفه ويسوون تبجيرات للزوار مصائب للزوار مع ذلك شوف زارت اهل البيت دا تكثر حتى هالسنه في هذه السنه انا خابرت في يوم الاربعين في إلى أهلي في كربلاء بناتي وبن أهل إخواني ذكروا لي أن من من استطيع نتحرك راجلين ماشيين من محله إلى محله يعني يقولون حوالي عشرين مليون زائر في هذا السنة في هذا العام وهكذا يعني الناس تتوجه للحسين عليه السلام تتوجه لزيارات وتعرف على أهل البيت عليهم السلام بينما مثلا قبل عشر سنين كانت كان لطم وكان شعارات الحسينيه وكانت زيارات ولكن يمكن اعبر اذا صح التعبير ما يزيدون عن الاف والان زادوا على الملايين عشرين مليون تقريبا هذا طبعا عندي خبر ما مضمونه انه قبل الحجه سوف تتوجه الناس يتوجهون الناس الى التشيع ومحبة الشيعة من قبل الحجة عليه السلام من قبل ان يظهر الحجة عليه السلام في زمان انه يظهر التشيع ويظهر على الامة الاسلامية جميعا محبة الشيعة وحتى ايضا بال بهذا الجريان يقول سوف تقريبا هذا المعنى سوف تتحد العرب مع الشيعة يعني الخليج شعبا ويمكن حكومات أيضا بعض الحكومات وين كان الآن الحكومات أعداء بهذه الطريقه ولكن يمكن ان يسكتوا او لا يصير مجموعه كبيره من الموظفين ومن هذه الحكومات يدعمون جانب التشيع يقول سوف يتحد العرب مع الشيعه ويهجمون على اليهود هجمه رجل واحد حتى ويهلكون اليهود وحتى يقول الحجر والشجر إلي إلي ولا تجد إلا جريحا على قتيل وحتى يقول الحجر والشجر إلي إلي يا مسلم إن خلفي يهودي هذا جدا قريب وهذا طبعا مع انتهاء إن شاء الله حرب الموصل وحرب اماكن كبيره من سوريا من المفجرين والاعداء داعش ومن يدعمهم على كل حال نحن الان شغلنا ان ندفع كلام الجبناء من معممين الشيعة معممي الشيعة اللي يتحرشون بالمواكب الحسينية وواحد منهم يشكل بكذا والآخر نقص من كذا والآخر يدعي كذا والآخر شوي شوي يريدون يزيلون زيولية وطوها زيولية الحسين تطوى إلى غير الراجعة مثل عمر عمر يقول لا أحب أن يظهر حديث الرسول عمر يقول لا أحب أن يظهر حديث الرسول يحرقه بعض المعممين حتى من الشيعة يعني مهابية إلى جهنم وبئس المصير ما عندي شغل بيهم ما أتكلم معهم أتكلم مع الخطيب الشيعي مع الإمام الشيعي مع يدعي المرجعية الشيعي يشكك ينقص يستشكل هذا الغلط هذا أولا بشكل عام ما اخص شعيره من الشعائر الحسينيه بشكل عام عندنا بالاسلام الامور المسلمين ان تعطيهم الحريه المسلم حر ماذا يفعل ماذا يترك ماذا تتقدم ماذا يختار محرم أبدا كل يقول الإمام الصادق عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه فالأمور هذه اللطوم والتطبير والزنجير والمشي والنار وكلها و حلال حلال مبورك هذا مواساة هذه مواساة لمحمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد فلا يتشدق متشدق بالإشكالات والترتيبات وهذا مو ثابت من ما قال لك مو ثابت مو ثابت التحريم مو ثابت مو ثابت ولكن بأي وجه شرعي بأي جواب يوم القيامة تريد تجاوب أن هذا المسلم اختار كذا أنا أمنع وأقول حرام بأي شيء حرام بأي دليل حرام أما بأي دليل حلال لا حلال كل شيء حلال أولا مسألة التطبير التطبير يقول عن الحج عليه السلام يا جَدَّه لئن أخَّرتني الدهور وعاقني عن نصرتك المقدور لأندبنك صباحا ومساء ولا بدل الدموع دمع الإمام عليه السلام يتوجه لإباحة إدماء العين إدماء العين خطر عمى يعمل انسان يذبح عينه ينكش عينه واحد ينكش عينه وحتى يعمى هذا العمل هذا يعني صعب خطر الامام في سبيل الحزن على اهل البيت الحزن على الحسين وال الحسين يدم عينه اللي هي خطره فيها العمى يصيبه كذا اما قحفه الراس مجرد جرح للقحفه قحفه الراس جلد الراس يتدمى ما تقوم الدنيا ولا تقعد مو خطر ولا شيء هذا اولا ثانيا يقول الامام الصادق عليه السلام إن الحجامة في الرأس تدفع أسقاما كثيرة نسيت بعض العبارات إنها المنقذة إنها المنقذة يعني هذا العرق اللي قريب قحفه الراس هذا شويه دم يخرج من من دم هذا تنقض البدن واعضاء البدن من الاسقام هذا ثانيا ثالثا الانسان لازم حتى حجامه غير الراس يعني كل انسان إذا ما يخرج بكل سنة وكل مدة يخرج دم من بدنه ما يخرج يصير الدم محبوس ويفسد أما إذا خرج الدم بكل مدة من أي عضو من الأعضاء هذا صحة، هذا راح للدم فلا نخاف ونشكك بهذه الأمور بعض الناس ماذا سوى؟ قال ها زين جزاك الله خيرا علمتنا بانه الحجامه هذا شيء مستحب وانه شيء صحه احنا نروح ليش نهدر الدم؟ نروح للمستشفيات نتبرع بالدم للجيش الشعبي نتبرع بالدم كذا للسيب كذا الجواب أولا هذا محاربة للشعيرة هذا الدم اللي يخرج كم يخرج قطرات ضيقت الأبواب علينا سدت الأبواب علينا بنية مواساة الحسين عليه السلام بهذه القطرة والقطرتين حتى لا تريدها إلا للمشروع الفلاني مخالف جدا مستعاب بل قد يكون واجب أن نتبرع بالدم للناس اللي يصابون بسبيل الله لا مانع جدا مستعب جدا عمل محترم أما لا حق حقر هذه المسألة وتغيرها وتعرفها عن نية مواساة الحسين مواساة الحسين لا تتحرشون بها خلي الناس على نياتهم على محبتهم على تعلقهم بأهل البيت واللي يريد يتبرع يتبرع الله يتقبل إن شاء الله هذا أولا مسألة المشي على النار المشي على النار جدا مستحب جدا مبرور مقبول لأنه مواساة مواساة للعيال للأسرى أسارة الإمام الحسين عليه السلام لما انتهت الحرب حرقوا الخيام وكان زين العابدين عليه السلام مريض في الخيمة والسيدة زينب داست على الجمر على النار وهي مجموعة من النساء خرجوا الإمام سحبوه إلى خارج النار وَصَابُهُمُ النار في ذِيَابُهُمْ في ارجلهم زين احنا نواسي من باب الحزن والمواساة لاهل البيت عليهم السلام بان نمشي على الجمور ثم هذا المشي على الجمور فيه معجزه فيه معجزه رحمة الله على الشيخ عبد الزهر الكعبي كان على المنبر لابس جواريب جراب وقال أنا مشيت على الجمر مشيت على النار شوفوا مد رجله لابس جواريب بهذا الجراب أنا مشيت على الجمر زين مشيت على الجمر غير يصيب الجراب جراب نايلون جراب خفيفه يصيبه شيء من الجمر شيء من الحريق ابدا ناس نصرت ابدا ابدا ولا فيها شيء هذا كرامه هذا معجزه مثل واحد وهابي في باكستان قال لي الشيعه لهم معاجز شلون اي معجزه عندهم هو وهابي يكره الشيعه ويسب الشيعه باكستان باكستان يعني انسان رجل كبير كذا قعدت يتيمم مده و صار يتكلم معي قلت شنو معجزة الشيعة قال أنا إحنا لما نجرح إيدنا ننجرح إيدنا بدنا راسنا أبقى شهر يداو بيها حتى يتحمل الجرح بينما الشيعة يطبرون راسهم تطبير جروح كثيرة في راسهم تطبير مو يعني كثير بمكان اماكن عديدة من الرأس، ثم يروح للحمام الحار يغسل بالصابون هذا الراس فشيء من التعقيمات وروح ابدا ولا اي اثر نشوف له هذا معجزة قلت له لازم تعرف اهل البيت هذا معجزه وكرامه لاهل البيت عليهم السلام اللي هؤلاء تشيعوا لهم واحبوهم زين كذلك مساله التطبير السيده زينب قد ضربت راسها بالمحمل حتى بان الدم من خلف الستار الستاره و يعني هي كانت بالمحمل المحمل هو فد كرسي مغطى بالاقماش بالستر على الجمل تجلس بها النساء او سلطان وما شابه اذا اراد ينتقل على الجمل يخلوا له محمل يعني كرسي كذا وستار حتى ما يشوفوا الناس من ينتقل. كذلك النساء يعني معروف ضربت راسها بالمحمل حتى بان الدم من خلف الستار. المستشكدين كثير هالأي هالأيام من الخطباء والأمة التعبانين عقليتهم شوي شوي تنزحل أكثر فأكثر قال ها ما يجوز ليش لأنه الحسين عليه السلام قد منع زينب من ال ويل والسبور وإظهار الذل وإظهار الجزع في كربلاء فيمنع السيدة زينب إذا كانت فقيها لازم تلتزم بأمر إمامها الإمام الحسين عليه السلام الجواب أولاً الفرق بين المجتهد الصحيح المجتهد العاقل المجتهد المعتمد عند الله والمجتهد الاخر او غير المجتهد فهذا الفرق الفرق شنو انه غير المجتهد او المجتهد التعبان حالته جاهله ياخذ حديث من الاحاديث ويطير به يستدل يستدل به. من يشوف بقيه الاحاديث؟ من يشوف بقيه الحالات؟ اي حاله قال الامام كذا اي حاله كذا ما يقدر ما مي يدقق باحوال هذا الحديث بوقت هذا الحديث بمقصد هذا الحديث بمغزى الإمام ماذا يريد أن يقصد؟ جواب الحديث واضح أن الإمام الحسين عليه السلام قال في للسيدة زينب في كربلاء وأمام الأعداء: لا تشقي عليّ جيبا ولا تدعي بالولي والثبور ولا تزعي ولا تضر كذا هذا الحديث موجود في كربلاء بين الأعداء فقط أما بين الجماهير وثور الجماهير اللي جانب حسن الحسين والحزن على عزاء وحزن على القتل الشديد وال سبي لأهل البيت إثارة الجماهير شيء والذل والهوان في كربلاء بين العدش شيء آخر ما واحد يقيس حالة على حالة في الإنسان العاقل لازم يشوف أحوال الحديث وما يرتبط بمقصد الامام عليه السلام لذلك زين العابدين عليه السلام قد دعم السيده زينب وايدها وقال انها انت عالمه غير معلمه وفهمه غير مفهمه هي عالمه والامام المعصوم قد ايدها ايضا من جمله التوجيهات عن التطبير في الخبر يمكن راح تقول لي هذا الخبر ضعيف مو هذا الخبر كانما تريد تثبت شيء حرام او مو من مباقات الاسلام او هو شيء واجب التسامح في أدلة السنن هذا السنن هذا مستحبات هذا أمسنات لا تقول لي هذا ضعيف ما ما ضعيف هذا الجبناء خرجوه المعممين الجبناء اشتغلوا بهذا الاسلوب وكفروا الناس وبعدوا الناس عن اهل البيت الأشياء المستحبة الأشياء المحسنة مواساة أهل البيت مواجب مواجب أنا بقيت لك روح طبر واجب إذا ما تطبر تدخل النار لا لا طبر روح فمو واجب زين في في الخبر يقول ان التوابو، ان التوابين قبل أن يخرجوا للاقتصاص من قتلة الإمام الحسين عليه السلام طبروا رؤوسهم ثم خرجوا ليجل يبينون ثورتهم وتأثرهم بمقتل الإمام عليه السلام وليجل أن يخوفون الأعداء اللي قاموا بهذا الجريمة هذا ايضا موجود اخبار موجوده هذا بالنسبه للتطبيق بالنسبه للتشابيه التشابيه يعني التمثيل انا ارجو يعني من المؤمنين الكرام ان يصطدوا اولا لإحداث افلام افلام عن الحسين عليه السلام جدا دقيقه جدا مشتمله على كل فصول المقتل بدقه بحفظ الممثل لازم يعرف النص ويجيد النص القولي والعملي تماما إذا إنسان جاهل ما يعرف بعض النصوص ليش تقدم يمثل الحسين ومثل شهداء الحسين غلط هذا أتمنى يحدث في العراق في إيران في الخليج في أوروبا في لازم يحدثون أفلام دقيقة موسعة مشتملة على كل فصول مصيبه الامام الحسين الفصل الاول من قبل المقتل الى اخر المقتل والفصل الثاني الاسرى وما حدث لهم وكلماتهم والتفاف الناس ضدهم اولا ثم لما زين العابدين والسيده زينب وبقيه الفتيات والاسرى خطبوا وبينوا الناس التفوا حولهم حتى خاف يزيد وعجل في ارجاعهم للمدينه المنوره هذا فصلين للمقتل اتمنى ان شاء الله وارجو المؤمنين يهتمون بهذه الشعيره ويدوها تأدية كاملة <applause> ثانيا هذا واجب شرعي واجب كفائي هذا الأمر أنا أقول واجب كفائي ثانيا يعني جزئيات ببعض المواكب أنه مثلون بعض هذه الفصول مال المقتل هذا ايضا مستحسن وان شاء الله اجر عظيم وباتقان مو بلعب وغلط وتاديه غير صحيحه لا ايضا باتقان وحفظ للنصوص كاملا من مساله عرس القاسم واحد من الخطباء في العراق يستهزئ بالشموع يقول إذا كان صحن الحسين وصحن العباس هذا مضمون الكلام أنه مليتوا شموع وين الناس تصلي أنا أقول لي ليش تصلي روح خلصنا وصلي غير مكان هذا مجرد بعض الناس يشيلون شمعه ابتلوا على أمورهم والله انت تريد زيحة صلي لا تصلي خلصنا الصلاه واجبه الصلاه محسنه ما نافيها انه شعار الحسين وشعار ال فجعه وتوجه توجيه الناس للفجعه فعرس القاسم بما فيه الشموع وغير الشموع اللي يظهروه على ساعة ايضا يظهرون ولد شاب ولابس كذا يمشي بين الجماهير هذا العريس وكذا كذا هذا مو ثابت شرعا انا بالذات ما ما ثبت انه صار أرسل للقاسم في كربلاء بل اشك انه كان كلام من الحسين عليه السلام انه بعقد القاسم على سكينه اشك بهذا مو معلوم مو ثابت ولكن في شعره المهم بابا سوي فجعه وجه الناس يريد الناس تفتجع بمصيبة الحسين هذا الشيء ثابت هذا مشاهد ثابت ما عنده علاقة المهم الناس أنه يتوجهون للإمام عليه السلام على كل مستويات المجتمع المرأة مثلا الأمية هي ما تعرف الأمور الدقيقة والتحقيق عن المقتل وما كان ثابت وما كان غير ثابت ما تفكر يشوف أمامها الدماء تبكي يشوف أمامها شاب صغير عرس على اساس ويروح ينقتل يبكي تبكي المهم بكاء الناس البكاء من آه نزلت من آه عينه آه مقدار بعوضة من الدمع فله الجنة فله الجنة يشتري بها الجنة والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن سيئاته بهذا الحزن والبكاء أحكي لكم أيضا بالأثناء حادثة صغيرة واحد من جلاوز جلاوز الصدام ضابط واقف بخان النص بين كربلاء والنجف هذا وعند جنود يضرب المشاة وكسرهم وجرحهم وكذا أذيهم كثير يعني واحد من السادة شاب سيد لا خرقة على راسه سودة يمشي كل سنة يمشي هذا الضابط لجوية لما يشوفه جاي يلا اخذه هذا كسروه كسر بدنه مرة راح لأمير المؤمنين السلام اشتكى على الضابط قال يا أمير المؤمنين أنا ابنك وهذا أذينا وجرحنا وكذا أريد تنتقم منه شاف بالمنام أمير المؤمنين السلام قال لا روح ابني الحسين عليه السلام اشتكى عليه وهو اللي جاوبك هكذا راح الى كربلاء وتوسل بالحسين شاف الحسين عليه السلام بالمنام قال له هذا ما انذي ليش ما يا يا, يا ابن رسول الله هذا كسرنا يأذينا جرحنا قال لأنه مرة من المرات في حياته وقف على شاطئ الفرات ودمعت عيناه وقال يا الله يلعنكم يا شرار أهل الكوفة ما كان يضركم أن لو سقيتم الحسين من هذا الماء هذا صار منا وروح قل له هذا الكلام وسيقضي حاجتك شنو حاجة رجل هذا الشاب حاجته يريد الزوج هو فقير ما يعطي احد زوجه هذا يتوسل كذا ما يحصل زوجه قال له روح للضابط هو يقضي حاجتك عجيب يقضي حاجتي هو يكسر المؤمنين ويضرب الزوار بامر الامام بالنهار راح الضابط نفسه لما شاف الضابط قال له يلا العسكر كسروا هذا اجوا يكسروا قال لي قال لهم انا عندي كلام مع الضابط سيدي هذا يقول عنده كلام معكم قال له يلا خليه يجي اجا وسد الباب قال له هذا الكلام قال له أنت ما يأذيك أهل البيت ما يشبعورك يشبعولك أهل البيت ليش قال هذا الحادثة وقعت منك دمعت عيناك وقلت هذا الكلام على الحسين قال إذا تنازل عن الرتبة وطلب الاستقالة وترك العسكرية وأعطاه للشاب بنته الضابط أعطى بنته للشاب وأعطاه دكان يشتغل بيه دكان يشتغل ببيع وحصل بنت وحصل وصار هذا انسان شيعي اللهم صل على محمد وعلى محمد المشي يقول الإمام الصادق عليه السلام من مشى للحسين عليه السلام فله في كل خطوة عشرة آلاف حسنة ومحى عنه عشرة آلاف سيئة ورفع له عشرة آلاف درجة المشي للحسين عليه السلام انه مبرور مقبول وثواب عظيم مع واحد من الشيوخ قال ها النساء لعله يصير فساد بالطريق يمنع كانما فتوى عنده يمنع مشي النساء بال للحسين انما لازم يركبن جواب لماذا تمنع؟ لان لعله تزني بالطريق زين الجواب تزني مع الرجال او غير الرجال لا مع الرجال اذا الرجال ايضا زنات امنع الرجال ايضا ليش؟ لانه ما يجون دون النساء يزنون، ما يجون النساء يلطون حرام الزياره حرام الزياره الحسين عليه السلام، لانه يزنون الناس ويلطون يروحون يلطون ويزنون. زين هذا فصل جواب لون آخر هذا اللي تزني بالطريق على الطريق على قارعة الطريق ليش ما تزني بكربلة أيضا حتى لو مع ابنها أو أخوها أو زوجها أو فلان هي زانية فاسقة فاجرة إيه غافل اخوها وتروح مع واحد اي زوايا من زوايا كربلاء وتزني ليش على قرعة الطريق تزني تزني في كربلاء زوايا في كربلاء احسن واستر من الزنا في شوارع بالطريق إذن زنات الناس زنات الناس اللي يروحون للحسين يزنون لطون يسقون سكون زيارة حرام قول هذا كذا ليش انه فقط مسكينة تمنع تمنع الرجال ايضا هذا الكلام فاشل هذا كلام مع المنافقين مع البعيدين عن الاسلام الإسلام هو الحسين الحسين هو الإسلام عزاء الحسين هو الإسلام فهذا غلط ويمكن اللي يتكلم بهذا غير متنبه نائم وأنا أخوف من الله ولا يتحرش بالحسين ولا يتحرش بمواكب الحسين باسم بالنسبه للهلاك الهلاك هل يجوز انسان يقطع بعض اعضائه بسبب الحسين صار عصبي وقتل نفسه صار عصبي قطع ايده قطع بعض الاعضاء هذا حرام ما يجوز يقين من قتل نفسه فهو مخلد في جهنم لا تقتل نفسك لا تعمل أعمال اللي هي فيها هلاك هلاك حرام زين اللي يروحون للزيارة مشي أو غير مشي غالبا أو كثيرا ما يتبجرون يقتلون أو تقطع أعضاهم هذا هؤلاء شنو حكمهم يعني نمتنع عن الزيارة بالمرة ليش لأنه في تبجير في مخربين كذا جواب هذا لو استشهد أنه مبرور ويحشر من سادة الشهداء باي دليل رفعت القلم الثلاث نعم وظلوا نعم. شنو القلم الثلاث نعم النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يرجع للسكر والصبي والصبي حتى يبلغ نعم. زين على كل حال الدليل الخاص بهذا النقطه يا واحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله أنا كاتبه بالأوراق هذه وإسناد بوسائل الشيعة وغيره كتب أهل البيت موجود وإن شاء الله ننشر هذا المقالة وأرجو من المؤمنين الكرام أي في موقعي إذا شافوا هذا يطبعوها ويكثروها ويلزقوها بالحسينات والمساجد. ان شاء الله قريبا انه تنتشر. فيقول في الامام الصادق عليه السلام لما سال واحد يا ابن رسول الله ان بيننا وبين الحسين عليه السلام لبحرا. وإذا ركبنا بنا السفينة ربما تنكفئ بنا في البحر يعني موتون موت في طريق الحسين بسبب زيارة الحسين قال لا بأس إنها إن انكفأك إن انكفأت إن انكفأت بالجنة هذا يكون اللي يروح هو مو قاصد قتل مو قاصد هلاك نفسه ابدا ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ان هذا صار عليه تبجير عليها موت عليه موت على كذا ليس بيده مو بيده صار شيء عليه فهذا من سادة الشهداء ولذلك حتى في زمان الإمام الهادي عليه السلام كان المتوكل يأخذ الزوار ويقطع أياديهم أو صار أيضا ضريبة أكثر أنه يقتل من كل عشرة واحد إلى آخره الإمام الهادي عليه السلام اللي عليه السلام ما منعوا ما خرج منهم توقيع لمنع الشيعة بالظرف الحالي من المشي لزياره الحسين عليه السلام ما منعه مع انه قتل وتقطيع والى اخره ولذلك الشاعر الروموسي الله يرحمه يقول لو قطعوا ارجلنا واليدين ناتيك زحفا سيدي يا اتمنى وارجو من العلماء المخلصين مو العلماء اللي يمثلون الله بالمجوس يمثلون رسول الله بالمجوس يمثلون شعاره الحسين بالمجوس ما عندي شغل بهذا اتمنى وارجو من العلماء والخطباء ان يشجعون مواكب الحسينيه ويكثرون المواكب الحسينيه ويشرفون على المواكب الحسينيه أنه يصححون اعمال الناس يامروهم بالصلاه والعباده والزهد والورع والتقوى مو انهم يمنعوهم ويسوون اشكالات من جيبهم تبرعيا ممانع تبرعيه وليس موانع من من الله ورسوله هذا الموانع الاصل بكل شيء اللي يعمل الانسان له ان يعمل لا اشكال به ابدا واللي يشكل يوم القيامه يؤخذ الى جهنم وبئس المصير يقال له من ايننا هذا الحديث من أين هذا التحريم حرام وحلال كيفك فالإنسان العالم سواء إمام جماعة أو خطيب أو مرجع أو غيره لازم يتقي الله ما دام شكل بسلك المؤمنين وسلك الحوزة والعلم الديني لازم يتقي الله ويعمل به العمل الصحيح المقبول عند الله اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين الفاتحة مع الصلوات لا يروح مني انا نسيت موضوع ايضا جدا مهم بعض المشككين يقولون انه هذا الامور يسبب السخريه السخريه من المخالفين او من الكافرين انه تطبير و عسولة وساخات جواب إذا ثبت هذا الشيء مستحب أو واجب السخرية شرعا بإجماع العلماء الصحيحين بإجماع العلماء المخلصين أن السخرية لا تبدل حكما شرعيا وإذا كانت السخرية تبدل الأحكام الشرعية كل الأنبياء سخروا منهم إن اتبعك إلا راذلنا بادي الرأي استهزوا بالعلماء استهزوا بالأنبياء استهزوا بالأوصياء إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون انا اسخر بيهم ساخلي سخرون الصبح انا اسخر بيهم السخريه لا تبدل حكما شرعيا اجماع العلماء المسلمين حتى السنه يقولون السخريه اذا كان ثبت عباده او معامله صحيحه شرعا في ناس كانوا يسخرون منها فالسخريه لا تبدل هذا الحكم الشرعي. واصدع بما تؤمر وعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين. انا كفيناك كفيناك المستهزئين مستهزئين، تفضل. وبعض الـ نقطة أخرى. بعض المواكب، بعض الناس يزحفون على الأرض ويصيحون عو 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 على اساس هو كلب للحسين هذا مو صحيح مو حرام ابدا ما عندي دليل على حرمه ما عندنا دليل على الحرمه ولكن المؤمن اشرب من ان يذل نفسه لهذا الحد انا ما اجيز مو تحريم انما استحسان لك الا تسوي عيب هذا عاو عاو خنزير وكذلك الاسد الاسد غلط هذا ليش؟ اللي اللي جاي بحديث الاسد ان يمرغ بوزه بدم الحسين هذا غلط ليش؟ بوزه بوزه حنكه فما بدم الحسين. ربما يعني تطبيق التمثيل كان خاطئا. اي هذا في روايه هذه الروايه يعني كانت القصه بنفسها جميله يعني اراها جميله ولا باس بتمثيل يعني السينمائي مثلا اذا كان مثلا عمل متعب عليه مثلا لا باس ولكن على كل حال بالنسبه هذه اصل القصه اللي بالرواية أنه لما شافوا الأسد مر وجهه بالدماء ما عرفوا بعدين تبين هو أمير المؤمنين نفسه الله يعني أمير المؤمنين تمثلوه بالوحش والبهيمة أنا ما مو حرام مو حرام للناس فيما يعشقون مذاهبه خلي تعشق هذا الشيء سوي ما سوي اما انا ما ما استحسن لك ان هذا التمثيل بالذات انا أمنعه وغير مستحسنه وارجو من المؤمنين انه يتركون هذا الامر بالذات فقط مساله العوعه مساله الاسد كذا ما استحسنها اما بقيه الفصول هي عقلائيه وما ثابته بالتاريخ والمؤمنين المخصين مثابون ان شاء الله اللهم صل على محمد وال محمد ذكرونا شنو بعد من الفصول الله يسلمكم موفقين